فإما ترين من البشر أحدا فقولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Asma Taha. I'm at Zuhur Education Center and I'm a fresh graduate. We are going to recite Surah to Maryam. I'm going to be reciting an ayah and my colleagues will recite the following ayahs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم. This is Zuhra Education Center. We welcome you all on the 9th Hafla on 11th March 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zuhra Education Center, 9th Hafla, 11th March 2023. We are inviting you.